دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 العوافي ثلاث مواضيع احتلت ديمقراطية الليلة. منبدأ مع خبر الكشف عن اسم المتهم الخامس باغتيال الرئيس الحريري من قبل المحكمة الدولية. منشوف هالموضوع مع بنكي مون ومحمد رعد، فهل رح يسلم حزب الله هالمتهم؟ تيك تك تيك تك تيك تك. هلو مستر محمد رعد. اهلا سيد بنكي مون. تفضل، هذا نص قرار الاتهام الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية بحق المتهم الخامس باغتيال السيد رفيق الحريري، واسم المتهم حسن حبيب مرئي. مرئي أو مسموع؟ إننا نمزح، حسن حبيب مرعي وليس مرئي. أوه ياه، فرجاء نتمنى عليكم كحزب الله أن تتعاونوا مع المحكمة الدولية وتسلموا هذا المتهم للمحكمة بالإضافة إلى المتهمين الأربعة الآخرين. تكرم عينك سيد بنكي مون، نحن متعاونون الماكسيموم، والآن سوف أعطيك كامل العنوان الموجود فيه المتهم حسن حبيب مرعي، فأرسلوا من شئتم واعتقلوه، تفضل. أوه شكرا، هذا كامل العنوان؟ نعم. حسن حبيب مرئي، ساكن في حي سليم عياش، شارع مصطفى بدر الدين، بناية حسين عنيسي، شقة أسد حسن صبرا. أوه بعرف هالأسماء، دخلك هودي مش المتهمين الأربعة باغتيال الحريري ومختفيين؟ بلى، وحسن حبيب مرئي معن. ومن قال أننا لا نمزح؟ من دون تعليق رح نقدم لكم هالخبر اللي بيعلق على حاله. تيك تك تيك تك تيك تك. ليش عم تبكي؟ ولو يا دكتور جعجع، شو أعمل لك أنا تتحكي عني هالكلام؟ أي كلام يا سيد تمام سلام؟ اليوم حضرتك صرحت وقلت إنه تمام سلام بحياته ما راح يشكل حكومة بقى. أنا قلت هيك؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. بلى أنا قريتها بعيوني. وين قريتها؟ بالسفير. مش حضرتك عاطي حديث للسفير؟ بلى، لكن ما قلت هالكلام. أنا قلت في احتمال كتير كبير إنه تتشكل الحكومة الجديدة خلال أسبوعين أو ثلاثة. وليش تقول هيك؟ ليش؟ وين الغلط؟ طالما توقعت هيك يعني خلص ما في حكومة بسنتين ثلاثة. ولو يا حكيم، كيف بتغلط هيك غلطة؟ بردون، مش قصدي. يي ملفال. تيك تك تيك تك تيك تك. من تابع ديمقراطية، وزع النايب نديم الجميل اليوم خبر عن لقائه بقداسة البابا بالفاتيكان، وهالخبر وصلت معه هالصورة. شوفوا اللقاء وين صار، وشوفوا وضع الشيخ نديم بالصورة، وشوفوا هالسكاتش، وبكرة بشوفكم. تيك تك تك تك. بونجور ميشو، وزعينك شيخ نديم. ليش عم بتجرك لي؟ لاني كنت بالفاتيكان والتقيت البابا. ياي نيالك، وشو قالك؟ بالاول انا قلت له، بالاحرى كتبت له رسالة طويلة عريضة عن الخطر الداهم على لبنان وسلمته اياها.
ايه وشو قالك؟ انا رجعت قلت له بليز ساعد المسيحيين تيكسروا حاجز الخوف. ياي نجيلك وشو قالك؟ انا كملت قلت له بتمنى عليك تزور لبنان مثل ما عمل جون بول دو وبنديكتوس، لانه الكنيسة ونحن بحاجة الك. برافو شيخ نديم، كتير حلو اللي قلته. طيب البابا ما قالك شي لما سمع كلامك؟ بلا، قال لي كيف فتت لهون؟ مع مين جاي؟ انت مين؟ واو شو حلو، واو. دوما دوما تك، دوما دوما تك، احلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بننطر وقته تيك ورا تك، 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 تيك تك، تيك تك، تيك تك.